صايل الذي تتنافس في الخمسة كيلومترات على نيل الناموس والفوز. نسير مع المراكز الأولى ونتقدم لنتعرف على المقدمة وعلى المركز الأول. وهذه هناك تتقدم مشاهدينا الاعزاء. شوف الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري يتولى عمليه تضميرها، بينما المركز الثاني تتقدم فيها ملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد يتولى عمليه التضمير، بينما المركز الثالث تتقدم في مهمه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوه يتولى عمليه تضميرها، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات تتقدم في رابع المراكز وتتواجد في هذا المنطلق وفي هذا التحدي الكبسولة تقدمت في هذه اللحظات ولا مرموقة لسمو الشيخ سعيد بن أحمد. لا تتقدم في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب شقرة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير، بينما هناك تتقدم في هذه اللحظات ووصلت الظبي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي تتدخل على المركز الخامس، بينما المركز السادس الشاهينية لسمو الشيخ سعيد أبو مرموق لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم يضمر سعيد بن عبد الله بن حميدات يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز السابع تقدمت في لمسة في المركز السابع من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وصلت في المركز التاسع في هذه اللحظات مياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المحنك سعيد بن راشد بن غدير يتولى عملية التضمير. الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدي يضمرها وهي في المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى بعد إكمال مشاهدي الأعزاء الجولة الأولى وبعد إكمال النداء الأول في مسار هذا الشوط وتحدياته. هذه العشر المراكز الأولى وهذه الانطلاقات، شوف هذا الكم وشوف هذا السيل الكبير الذي يحمل من الأبكار المحليات لقايا أصحاب السمو الشيوخ الذي تتنافس على نيل الفوز والناموس والمقدمة. أعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى إلى الانطلاق الأولى، غيرت هناك وانطلقت إلى المقدمة شقرة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان يضمرها الصادق بن فضل الأمين الذي يقود تضميرها والذي تنطلق بالمقدمة وتنطلق بالمركز الأول، بينما المركز الثاني تأتي في الظبي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني يضمرها سالم بن عامر المدهوشي المدهش كذلك يقدم الظبي على المركز الثاني. أما المركز الثالث تقدمت فيه مشاهدي الأعزاء طلعة تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري يتولى عملية تضميرها الذي تنطلق على المركز الثالث. أما المركز الرابع تتواجد في لمسة تأتي في المركز الرابع تحمل شعار هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، وخامس المراكز تقدمت مياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. من الجانب الآخر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ويضمرها حمد بن عبد الله بالطير العامري تتدخل في هذه اللحظات من جانب اليمين. شوف الشعارات وشوف الأسماء، شعار هجن الرياسة يتدخل في هذه اللحظات يتقدم على هذا المنطلق مع أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الذي تنطلق حاملة كذلك هذه التحديات وهذه الانطلاقات الجميلة والرائعة. يا السلام، هذه الأسماء هناك تقدمت في هذه اللحظة مشاهدي الأعزاء. هناك تدخلت اللي هي مذيار من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز التاسع هذه بنت صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد مع مسري بن سالم بالعرطي ودخول في هذه اللحظة من قبل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها عبيد بن شينان المري. هذه الأسماء وهذه الشعارات ندانا الثاني ولوحة الكيلو المتر الأخير في رقص اللقاية والشقرة لازالت
زالت بالمركز الأول. الله يا اللقاية يا مجمل أداهن يا مجمل رقصهن، هذا سن السرعة، هذا سن المفاجآت. شقرة لسمو شيخ نهيان من ذياب بن سيف آل نهيان تتقدم وتنطلق بعد الكيلو المتر الأخير إلى ناموسي هذا الشوط. أما المركز الثاني الظبي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي، هناك هجن العاصفة تقدم مشاهدي الأعزاء مذيار وتقدم لمسة في هذا المنطلق على المركز الثالث والرابع بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. وصل شعار هجن الرياسة مع الشاهينية، مع الشاهينية أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن الله يا لمسة، الله يا لمسة، الله يا لمسة في هذا الاندفاع. انطلقت بشعار هجن العاصفة لتأكد لجماهيرها، لتأكد لمحبيها أن حضور العاصفة وهذا الموسم جميل ورائع للقاية، أمنية كل عشاق هذا الشعار، جماهير شعار هجن العاصفة. تهانينا يا سيدي، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا يا الواثق، شكرا يا الواثق على هذا الأداء، هذه لمسة تصل إلى خط النهاية لتعلن الفوز والناموس الظبي في المركز الثاني لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، مذيار في المركز الثالث من هجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية من هجن الرياسة، والمركز الخامس شقرة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد نهيان. هكذا كان هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام بالأداء الجميل وبالانطلاق الرائع في مساء هذا اليوم وفي تحديات هذا اليوم. هذه مشاهدينا الأعزاء اللي انطلقت لمسة بناموس هذا المساء، بناموس هجن العاصفة في هذا المنطلق الكبير، في هذا الصرح الرائع هنا في ميدان المرموم للهجن والأصالة. لمسة مشاهدينا الأعزاء بنشوف توقيتها الزمني متابعينا مشاهدينا قناة دبي ريسنج، 7:47 وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما الظبي وصلت في المركز الثاني، قدمت توقيت زمني الظبي مشاهدينا الأعزاء أو مذيار بعد التأكد في لحظات الوصول. مذيار من هجن العاصفة هي منحظت بالمركز الثاني في 7:49 بالوفاء والتمام. تهانينا أيضا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث وصلت فيها الظبي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي في 7:49 وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا.